سبت اللي هو يعني ده مش تمام. يعني اصل ماشي اعدوا الثلاثه يعني عايز نتكلم النهارده عن اكتوبر، كلنا تجرعنا النكسه بالظبط. يعني هنبص برضو انا عايز الصوره دي اتفضل. لان الصوره دي تقول لنا اسرائيل احتلت سيناء بالكامل واحتلت الضفه الغربيه من الاردن واحتلت الجولان، مين اللي حرر ارضه النهارده؟ مصر فقط. تهمنا الجولان خلاص اسرائيل ضمتها بقرار من الكنيست، الضفه الغربيه خلاص تقريبا، لان كان عندنا جيش مصر محترم ورئيس رائع انور السادات الله يرحمه. تمام. وايضا الرئيس حسني مبارك قائد القوات الجويه وكل قاده حرب 67. اتفضل. انا طبعا هنمشي بسرعه عشان نوصل. آه. انا عايز يمكن اول حاجه نشوف تدمير واغراق المدمره ايلات، نخش احنا بعد 67 بدا الشعب المصري والجيش المصري يستعد لرد الاعتبار، فبدا عمليات على طول يمكن بعد ايام في راس العش وخلافه، حرب استنزاف رائعه مهدت ل 73 ست سنين حرب استنزاف. هنا انا عايز اقول حاجه بقى. اتفضل. النهارده احنا بنعيش في حروب الجيل الرابع والخامس العالم كله. اي لو نشوف المقدمه بتاعه معهد الدراسات الشرقيه مثلا بتاع بلجيكا للناتو بيقول ايه المقدمه لحروب الجيل الرابع والخامس؟ بيقول ان مصر سنة 67 الجيش اتهزم، لكن هل مصر سقطت؟ طبعا لا. ليه؟ لان كان في شعب رجع جمال عبد الناصر وقف ورا القوات المسلحه. عشان كده بيقول الحروب الجديده مش دبابه لدبابه، لا ده انا اوقع الشعب ده عشان الدوله اللي هو حاولوا يعملوه في 2011 اسقاط المؤسسات والجيش وما زلنا ولحد النهارده وما زلنا هو كل الهجمات الشرسه على مين؟ على الشعب. اديك اشاعه اديك مشكله عشان تفقد الثقه ببلدك حكومتك رئيسك جيش تقع الدولة. هنشوف اول حادثة اللي هي تدمير المدمرة ايلات. طبعا في 21 اكتوبر المدمرة داخلة في اتجاه بورسعيد، ودي القصة القديمة، طلع 2 لانش صواريخ ودمر هذه المدمرة. الحادثة دي مهمة ليه يا استاذ سيد؟ لان لحد النهاردة تغير التسليح في العالم كله، مفيش دولة بتصنع مدمرة ولا فريجت، وبنسلع كل الفرقاطات. عباره استفادوا من عمليته مصر في 67 وانها دمرت مدمره، فاصبحت فرقاطه صغيره لان زورقين صاروخين دمروا مدمره. طيب نخش بعد كده على هننط بسرعه شويه على خط بارليف. برضو عايزين بس انا عايز اقول لحضرتك امبارح انا عملت حلقه امبارح كان معايا اللواء باقي يوسف. كنت عامل معاه حوار طويل جدا فجبته انا شفته. وكنت جبته كمان راجل ناصر احمد ناصر اللي هو بتاع الشفره. وبعدين جبت الشعب المصري عمل ايه والمساجين والتبرعات والذهب والدنيا عملت ايه والفلاحات والناس اللي في العريش واللي كانوا بيعملوا شعرهم يعملوا خيوط يعني، وهذا التلاحم اللي غير عادي. فاحنا امبارح كنا عاملين حلقه بنتكلم فيها اللي احنا عايزينه دلوقتي يا استاذ. بالظبط اللي احنا بنقول اما الناس وانا قلت ده امبارح علشان في بعض عايزين الناس ترجع تاني الناس. لا وحاجه تانية يا سياده اللواء ان بعض المغردين الدعايه والمبالغه في قوه اسرائيل والنمط الاسرائيلي الذي لا يقهر، احنا محتاجين نرجع الناس للوعي تاني انها انت تحارب امريكا، انت بتحارب يعني مش بتحارب اسرائيل. لا امريكا ولا السادات طبعا. ولا السادات. فبس احنا بنقول للشعب ادي جيشك عمل كده، ادي شعبك. تمام. فعشان كده بنقول دايما عايزين نرجع الروح القديمه اللي احنا شفناها. عشان كده اسمح لي هنخش على تهجير مدن قناه السويس. ملحمه ملحمه ملحمه، نشوف الصوره بتاعتها.